اذا كان كرونز اذا كان كرونز علاجه في الكركم، والكركم عجيب في علاج هذا المرض، لان واحد مر علي ونصحته على الكركم. المعجزه انه بعد شهرين عاد الفحص المنظار يقول 80% من المرض اختفى، 80% خلال شهرين. قال لي انا عايش على الكركم مثل ما وصفت لي. يقول الطبيب مستغرب بالمنظار شاف التغرحات حواليها شيء اصفر، قال لي كنت اخذ الكركم لمده شهرين. 80% من المرض راح.